يا إخوان، والله العظيم حصلنا عليه من اللفة المجانية فقط إخوان. كما ترون الأسطورة بيكين باور كما في مقطعنا هذا يا إخوان، كما ترون على العنوان جبت لكم ثغرة اليوم للحصول على اللاعب بيكين باور يا أخي الكريم. نعم، نسخة إيبيك بوستر تصل إلى 102، لدينا الكثير والكثير من اللفات المجانية في هذا الباكج، لذلك أنصحك باستعمال هذه الثغرة حتى أن يكون من نصيبك بيكين باور يا أخي الكريم قبل فوات الأوان. أول خطوة سوف نقوم بها دون تقديم الدخول عند لويس سواريز مرتين هكذا يا إخوان، يعني الثغرة سهلة جدا، ما عليكم سوى اتباع هذه الخطوات. ثم سوف ننتقل عند طاديك مرة واحدة، ثم مرة واحدة عند أوتاميندي والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم سوف ننتقل مرتين عند هذا اللاعب، بعدها سوف ننتقل إخوان عند آخر لاعب موجود في الباكج مرتين هكذا، ثم سوف ننتقل مباشرة إخوان عند لوكا مودريتش 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم المرة الثالثة والرابعة، ثم إخوان سوف ننتقل عند اللاعب راشفورد مرتين هكذا والاطلاع على احصائيته، يعني الثغرة سهلة كما قلت. سوف ننتقل عند ديفيز 3 مرات والاسطورة بيكين باور يا اخوان 5 مرات دون الاطلاع على احصائيته، ثم مباشرة وبعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف باللفة المجانية. وبهذا يا اخوان وكما ترون حصلنا على الاسطورة بيكين باور. نعم يا اخوان، والله العظيم حصلنا عليه من اللفة المجانية فقط يا اخوان، كما ترون الاسطورة بيكين باور كما ترون. مرحبا بك يا اسطورة الباكج يا اخوان.